أهلا بكم. قالت وكالة رويترز إن القيادي في تنظيم القاعدة جلال بالعيدي قتل في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في محافظة أبين. وأضافت الوكالة أن الغارة استهدفت سيارة كانت تقل بالعيدي واثنين من مساعديه على طريق بين مدينتي زنجبار وشقرة. وفي شبوة أعلن مصدر أمني مقتل 6 أشخاص يشتبه انتماؤهم لتنظيم القاعدة في غارة أمريكية لطائرة بدون طيار. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن الغارة استهدفت سيارتين في منطقة المجازة على الطريق العام الرابط بين مديرية الروضة ومدينة عزان. نتوقف مع هذا الخبر مشاهدينا لنناقشه في محورين: ما مستقبل تنظيم القاعدة بعد مقتل أبرز قياداتها في اليمن؟ وما سر نشاط القاعدة بالتزامن مع تقدم قوات الجيش والمقاومة في جبهات الحرب مع الميليشيا؟ عمليتان متعاقبتان لطائرة أمريكية خلال 24 ساعة استهدفتا قيادات في تنظيم القاعدة في كل من أبين وشبوة. هذه القيادات أبرزها زعيم التنظيم في ولاية أبين جلال بالعيدي الذي برز اسمه في عام 2011 عندما استولى التنظيم على محافظة أبين. وقاد بالعيدي عشرات الهجمات التي استهدفت معسكرات ومؤسسات تابعة للحكومة في كل من محافظة أبين وشبوة وحضرموت. تأتي هذه العمليتان بعد تعزيز تنظيم القاعدة بشكل لافت وعلى نحو خاطف تواجدها في شبوة، حيث فرضت سيطرتها على مناطق ذات بعد اقتصادي واستراتيجي، مما يعيد قلب الموازين من جديد ويضيف أعباء جديدة على المقاومة الشعبية التي تواجه ميليشيا الحوثيين هناك. هذا وكان مسلحو تنظيم القاعدة قد أعلنوا الاثنين الماضي سيطرتهم على مدينة عزان وأجزاء أخرى من مدينة الحوطة، ونشروا مسلحيهم في عدة نقاط على مداخل ومخارج المدينة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. وهنا بعد الاستعراض الموجز لأهم وأبرز العمليات العسكرية، إرهابي آخر يغادر اللعبة. جلال بالعيدي أبرز قادة تنظيم أنصار الشريعة قتل بغارة نفذتها طائرة بدون طيار بمحافظة أبين. مصادر محلية أكدت أن بالعيدي قتل في غارة استهدفت سيارة كانت تقله واثنين من مساعديه على الطريق بين بلدتي زنجبار وشقرة. احنا ما نريد شيء، بس لنا طلب واحد، تحكيم الشريعة. بالعيدي الذي انتقل من حراسة مرمى فريق حسان الرياضي ليصبح رأس حربة أنصار الشريعة التابع للقاعدة تحت صفة أمير ولاية أبين، قاد خلال 5 الأعوام الماضية أكبر العمليات التي نفذها التنظيم في اليمن، والتي جعلت من الفرع اليمني للقاعدة أخطر فروع التنظيم المحظور عالميا. تمكن تنظيم بالعيدي من فرض سيطرته على بعض المناطق جنوب البلاد مستغلا حالة الاضطراب والفوضى الأمنية والسياسية التي أعقبت إسقاط نظام صالح. ولهذا كان بالعيدي هدفا مفترضا لغارتين من غارات الطائرات بدون طيار التي تحلق في سماء البلد منذ أعوام. قبل مقتل بالعيدي كانت الأنباء تتحدث عن خلاف بينه وبين قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على خلفية تأييده لما يسمى تنظيم الدولة داعش، بعد إعلان مبايعة أمير التنظيم أبي بكر البغدادي واستخدامه لأساليب التنظيم المعروفة بوحشيتها، كما حدث مع 14 جنديا الذين قتلهم ذبحا في حضرموت العام قبل الماضي، وهو ما جعل الأنظار تتجه إليه بوصفه المرشح القادم لوراثة قيادة التنظيم الذي كان من المنتظر أن يصبح من الماضي بعد بزوغ داعش بقيادة جلال بالعيدي. وبمقتله يصبح مستقبل تنظيم داعش في اليمن غير معلوم، ما لم يكن هناك مدخلات أخرى في ظل كل هذه الفوضى القائمة حاليا. أهلا بكم مشاهدينا. موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من الرياض الباحث في شؤون الجماعة الإسلامية زيد جابر، ومن القاهرة الصحفي غمدان اليوسفي على أن ينضم إلينا لاحقا من محافظة شبوة مدير مكتب المحافظ الأستاذ محسن الحاج. نبدأ معك أستاذ زيد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ زيد. لو بدأنا من عملية استهداف القيادي في تنظيم القاعدة جلال بالعيدي، برأيك ما أهمية هذه العملية من حيث تداعياتها في الأيام القادمة على مستوى السيناريوهات المحتملة من قبل التنظيم وتحركاته؟ الحقيقة هي ضربة موجعة يتلقاها التنظيم، يعني تضاف إلى الضربات السابقة التي استهدفت عددا كبير من قياداته خلال الفترة الماضية. وأنا أتوقع أنه يعني تنظيم القاعدة أو الجماعات التي تعمل تحت هذا المسمى
ستستغل هذه يعني الضربة ومقتل هذا القيادي لمزيد من عمليات العنف ومحاولات السيطرة واستغلال الفوضى والفراغ الأمني الموجود في المحافظات الجنوبية وفي أكثر من منطقة لمحاولة يعني تحت المسمى الانتقام للسيطرة على مزيد من الأراضي. الحقيقة يعني أصبح يعني الموضوع الفراغ الأمني والفوضى الأمنية التي تعيشها عدن والمحافظات الجنوبية وغياب سلطة الدولة أصبحت مدخلا لمثل هذه الجماعات وحتى لجماعات أخرى تحت هذا المسمى لتنشط و لتستغل حالة الفراغ وتحاول أن تملأ حالة الفراغ التي تعيشها هذه المناطق. نعم، ابقى معنا أستاذ زيد، ننتقل إلى القاهرة. من هناك معنا الصحفي غمدان اليوسفي. مساء الخير غمدان. أهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ غمدان. برأيك يعني ما الذي يمثله استهداف القيادي في التنظيم جلال بالعيدي وما تأثيراته على صف وأداء التنظيم في اليمن؟ في النهاية استنزاف قيادات تنظيم القاعدة بالتأكيد يعني يمثل ضربات موجعة للتنظيم، لكن ربما يعني أعتقد أن الوصول إلى مرحلة فراغ الرئاسة في تنظيم القاعدة أو فراغ القيادة قد يؤثر يعني بشكل سلبي أكثر، يعني أن يصبح كل عضو من أعضاء القاعدة أو قيادة الصف الثاني يصبح كل شخص منهم قيادي الجماعات، ثم تتفكك الأفكار تتفكك الآراء، وبالتالي يصبح من السهل التعامل أيضا مع التنظيم، أو قد يصعب إذا اتجهت مثل هذه الجماعات كلما تفرخت جماعة أكبر إلى وذهبت في طريق مختلف حتى عن الأهداف التي كان يرجى منها، كما حدث مع بلعيدي حين يعني ربما لم يكن إحدى الوجوه البارزة في تنظيم القاعدة، لكن مع تضاؤل أو استهداف كثير من القيادات منذ يعني خلال يعني السبع أو ثمان سنوات السابقة والوصول إلى مرحلة يعني ترأس الصف الثاني من التنظيم، يعني ظهرت هذه النتيجة الوحشية التي خرج بها مثل جلال بلعيدي، وقد يكون أيضا يظهر قيادات جديدة تكون أيضا أكثر وحشية أيضا من جلال بلعيدي، وهذا يعني أن التنظيم يخسر أخلاقيا، يخسر في أفكاره، يخسر في كثير من تعامله مع الناس الذين ربما كان في فترة من الفترات يعني بعض المناطق التي يسيطر عليها يتم التعامل بشكل إنساني وأخلاقي مع الناس ويكسبون كثير من الناس، لكن الآن هذه خسارات كبيرة، لهم كل يوم يستنزفون أكثر، في المقابل لا يوجد يعني في المقابل المعيد أنه لا يوجد من يتلقف هذه الخسارات أو هذه الانكسارات من قبل الحكومة ومن قبل يعني الرئاسة خصوصا في المناطق الجنوبية التي يفترض أن تتلقف مثل هذه الضربات الموجعة بتواجد أمني وانتشار أكبر، إذا ما تم التركيز على هذه النقاط نقاط الضعف لهذه الميليشيات. والجميع يعرف أن ظهر العاصمة عدن هو محافظة أبيان التي كان يتواجد فيها بلعيدي وما بعدها من السلسلة الشرقية، وهنا يعني إن لم يتم تأمين هذه المناطق أعتقد أنه سيبقى الشغل الأكثر على هذه المحافظات عدن ولحجها وأبيان بشكل دائم. نعم، أعود إليك غمدان. أستاذ زيد، يعني أنت تحدثت عن أن هذه العملية ربما قد تشكل خطرا من ناحية أن التنظيم قد يقوم بالرد. الأستاذ غمدان طرح أن هناك لابد من تلقي هذه الضربات بشكل مدروس من قبل الحكومة ويعني الانتباه لهذا الأمر. هل تتوقع من الحكومة خاصة المتواجدة في عدن زيادة الأمن وزيادة التحري في هذا الجانب؟ يعني أنا أعتقد هو بالفعل أنا مع ما طرحه الأخ غمدان، يعني نحن الآن أمام حرب متعددة، يعني الحكومة أمام تحديات كبيرة، لدينا يعني الحوثي ولدينا تحالف عربي ولدينا أيضا القاعدة والتنظيمات الإرهابية وهناك تحالف دولي وعلى رأس الولايات المتحدة، ونحن والحكومة ملزمة بالتعامل مع جميع هذه الجماعات الإرهابية، ويفترض بالفعل أن تستغل مثل ما تعمل مع
يعني الحوثيين واستغلال ضربات التحالف العربي، يعني يجب أن يتم التعامل كذلك مع هذه الجماعات واستغلال ما تقوم به يعني الضربات الأمريكية من قتل لقيادات هذا التنظيم لتملأه الحكومة الشرعية وتحاول السيطرة على هذه المناطق. لكن أنا يعني لا أتوقع أن تكون هناك استفادة كبيرة لحالة الضعف التي تعيشها الحكومة الآن والقيادة الشرعية في عدن. يعني عدن نموذجا، يعني لا تزال يعني الجماعات المسلحة فيها، لم يتم نزع السلاح كافة هذه الجماعات، تزال الاغتيالات قائمة. يعني بمعنى أننا نتوقع أن يعني عندما يتم أن تكون عدن نموذجا يعني للدولة والشرعية، ليتم بعد ذلك بسط السيطرة والأمن واستغلال هذه الضربات قبل أن يعني يتقوى التنظيم ويستغل نعم يعني الآن أنت تجد نعم أنت تجد أن التنظيم الآن في حالة ضعيفة بالموازاة مع ضعف الحكومة، ولكن على الحكومة أن تستغل هذا الضعف أكثر. نعم طيب نعم هو في حالة ضعف، يعني أنا أقول هو ليس بهذه القوة التي يحاول أن يظهر بها والتي تحاول بعض الجهات أن تظهره بها. هناك حالة فراغ يستغلها هذا التنظيم ويتمدد ويقوم بعملياته، إضافة إلى أن ليس كل العمليات والأحداث التي تتم في الجنوب وراءها تنظيم القاعدة. يعني هناك أيضا صراعات لجماعات مسلحة لها أثارات قبلية ومناطقية وما إلى ذلك، وهناك حالات انتقام وأشياء كثيرة ربما تنسب، وربما بقايا النظام السابق وما إلى ذلك. يعني ليست كل الأعمال تقوم بها القاعدة، وإنما هناك محاولة تركيز وتضخيم لهذا التنظيم. هو موجود نعم، هو يستغل حالة الفراغ وحالة الضعف التي تعيشها البلد بشكل عام، ويحاول التمدد وأن يملأ هذا الفراغ القائم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الضربات يعني إذا وجدت استغلال تام لها أنه بالإمكان إلحاق هزيمة بهذا التنظيم أو إضعافه إلى أبعد مدى. طيب ابقى معنا أستاذ زايد، أعود إليك غمدان. يعني لو وجدنا سلسلة العمليات الأخيرة للطائرات الأمريكية خلال الأشهر الماضية أستاذ غمدان، فهناك من يلاحظ أن هناك دقة في الضربات ومنهجية أيضا في الأهداف، هل يمكن أن يعني نشكك ونقول بأن التنظيم مخترق مثلا؟ بالتأكيد يعني لا يوجد في اليمن الآن جماعة مسلحة غير مخترقة بكل الأطراف. بالتالي الولايات المتحدة ربما لم تدخل كثيرا في تفاصيل مختلفة أو تفاصيل متشعبة في المسألة السياسية اليمنية المعقدة، لكنها يعني استمرت على ذلك الخط المتعلق بمسألة استهداف قيادات تنظيم القاعدة منذ نهاية يعني أو منذ بداية العقد الجديد، وبالتالي لم يتغير أسلوبها، وأيضا العمل بالتأكيد كما هو معروف أنها تعمل وفقا لإحداثيات تتم من الأرض وليس فقط يعني رصد جوي. وهناك كما تحدثت عن هذه الدقة التي حصلت خصوصا في الآونة الأخيرة، لا يوجد كثير من الأخطاء كما كان يحدث حين تم ضرب المعجلة في أبيان وتم يعني غيرها من المناطق التي ذهب فيها ضحايا كثير، لكن ربما يعني وصلت الضغوطات إلى ذروتها من خلال مؤتمرات عالمية وما إلى ذلك فيما يتعلق بضربات الطائرات، لكنها الآن ربما خفت هذه الضربات في الآونة الأخيرة نتيجة حتى لتفاؤل العمل من قبل الحكومة، لأنه الحكومة كما كانت تعلن أنها تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باستهداف تنظيم القاعدة، لكن حين انهارت الدولة في العام الماضي لم يعني نجد يعني الآن عمل كثير أو كثيف على ما يتعلق بموضوع تنظيم القاعدة، سواء ضربات ضئيلة لو لاحظت حتى في الأخبار لا يوجد لا. يعني ربما يمتد لأشهر ما بين الضربة والأخرى، تمتد لأشهر كثيرة، بينما سقطت محافظات بالكامل، محافظة حضرموت وأجزاء كبيرة من محافظة شبوة والمحرم منسية من كل الأخبار سواء في هذا الاتجاه أو في ذلك أو في ذاك. ويعني ربما هذا التفاؤل ربما بدأت تركز تحديدا على الأهداف الكبيرة، لم تستهدف حتى صفوف ما بعد جلال العيدي من الصف الثاني أو ما يمكن وصفه بذلك.
لكن الآن التركيز على هذه القيادة الكبيرة التي يمكن وصفها بأنها تمثل رفع كبيرة للتنظيم، وبالتالي ضربتها تمثل ضربة موجعة وتشتيت للجهود التي طيب يعني صفوفها. نعم غدا يعني أنت تحدثت عن بعض المحافظات التي يعني عرفت بأنها أصبحت في يد القاعدة، كيف تفسر هذا الظهور العلني والمتكرر للقاعدة في أكثر من مكان في جنوب وشرق ووسط اليمن أيضا؟ لو تحدثنا نعم عن محافظة حضرموت، محافظة حضرموت ربما هي منسية تماما وكأن الأمر لا يعني أحد الآن أن يتم الاستيلاء عليها من قبل تنظيم القاعدة، كأن الناس حتى وصلوا إلى مرحلة تأقلم مع هذه القيادة هناك، لا يوجد حتى محاولة اشتباك ما بين يعني ما تبقى من قوات أمنية أو عسكرية أو ما يمكن وصفه بتواجد للدولة من خلال التعيينات الأخيرة. نحن ندرك أن هناك أيضا تعيين محافظ وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، حتى لا أحد يدرك أين هذا أين يتواجد المحافظ الآن وأين تتواجد. في المقابل أيضا هناك تهريب على تلك الشواطئ، يتم إدخال أسلحة وما إلى ذلك، وتذهب هذه الأسلحة إلى أين؟ إلى بيحان، ومن ثم إلى محافظة البيضاء وإلى صنعاء للحوثيين. يعني هذه تتدفق بشكل كبير، ربما انتبهت مؤخرا قيادة التحالف وأوقفت ذلك الضخ من خلال الموانئ المتواجدة على ساحل البحر العربي ما بين شبوة وحضرموت، وتم يعني أعتقد الأسبوع المنصرم تم إبعاد السفن المتواجدة في المكلا والإعلان عن سيطرة جوية أو بحرية على الميناء من قبل قوات التحالف. يعني لم تسيطر على الميناء بشكل فعلي لكنها تراقبه بشكل دقيق، لكن الساحل ما زال مكشوف كاملا. طيب عند هذه النقطة أستاذ غمدان، هل يشكل نشاط القاعدة برأيك في المحافظات المحررة عائقا أمام خيار الحسم العسكري في المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيا تعز المدجن؟ لا أعتقد أن ذلك يشكل، لأنه لا يتداخل ولا يتضارب فيما يتعلق بالقوى الأمنية والعسكرية التي متواجدة في عدن أو لحج تحديدا. لا يوجد هناك صراع أساسا عسكري مع القاعدة كما كان مثلا في أبيان في 2012، ولكن ربما ما يتعلق بمحافظة تعز هو قرار سياسي أكثر مما هو يعني قرار عسكري أو إشكالية عسكرية. لا يوجد إشكالية عسكرية في تعز، يدرك الجميع أنه تم اتخاذ قرار بشأن تعيين محافظ محافظة تعز وقيادة عسكرية الذي هو يعني قائد محور محافظة تعز يوسف الشيراجي، وهذه المسألة أعتقد أنه يعني قلصت من الحديث عن مسألة التفرقة أو التفكك في جبهة محافظة تعز. يعني ربما نحن منتظرين لقرار سواء من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل قيادة التحالف للانطلاق إلى عملية تحرير تعز، حتى الإمكانات هي متوفرة موجودة أعتقد في عدن، موجودة في كثير. الإرادة هي التي ينقص هذه المسألة والقرار السيادي، لكن ما يتعلق بالإشكالية ما بينها وتضارب بينها وبين تنظيم القاعدة لا أعتقد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وقبل أن نعود إليك أستاذ غمدان، نذهب أنت والسادة المشاهدين لمتابعة أبرز محطات القيادي في تنظيم القاعدة جلال بلعيدي الذي تم استهدافه اليوم بغارة أمريكية في شبوة، ومن ثم نعود إليكم.
عودة إليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بك مرة أخرى أستاذ زايد. أستاذ زايد، يعني الملاحظ أن بعض الوكالات العالمية عمدت منذ فترة على تصوير عملية تنظيم القاعدة في اليمن بعمليات داعش، هل يستقيم هذا الأمر منطقيا؟ يعني إذا ما عرف عن جلال بالعيدي بأنه بايع البغدادي كخليفة، هل هناك دوافع وموجات سياسية وراء هكذا يعني توجه من قبل الإعلام المساواة بين القاعدة في اليمن مع تنظيم داعش؟ يعني هناك بالفعل هناك محاولات يعني لجعل داعش هي وريثة القاعدة، واعتبار ما كان يسمى بالقاعدة أصبح مسمى داعش، مع أن المسألة خصوصا في اليمن لم تكن كذلك. هناك تنظيم القاعدة كان يعني هو تنظيم لجزيرة العرب، وهو تنظيم قوي من أقوى فروع تنظيم القاعدة في العالم يعني، وموجود، وكانت هناك محاولات يعني بغض النظر عن طبيعة تغطية الإعلام العالمي، هناك خلافات داخل فروع القاعدة يعني محاولة الاندماج أو مبايعة تنظيم الدولة قام بها بعض أفراد القاعدة، وهناك اعتراض كبير من قبل قيادات القاعدة، وخلافاتهم أصبحت علنية، وربما هناك يعني أصبحت في مواقعهم الإلكترونية وبيانات تصدر من هذه الجهة وتلك. لكن بعض الأعمال العنيفة ربما يعني التي تشبه أعمال داعش قام بها هذا المتطرف الذي حاول يعني أو كان يسعى لمبايعة داعش ووراثة تنظيم القاعدة في اليمن، ومع ذلك يظل تنظيم القاعدة موجود. وهناك محاولات يعني أيضا داعش ليس بالضرورة أن جميعهم كانوا من القاعدة، هناك محاولات لاستغلال حالة الفراغ و يعني حالة بداية تمدد الحركة الفوثية، ويعني محاولة تعبئة أن هناك خطر رافضي وخطر أمريكي وما إلى ذلك، وتم تجنيد شباب جدد في هذا التنظيم المتطرف. لكن هناك مبالغة كبيرة بمسمى، لأن حتى مسمى داعش لم يطلق في اليمن إلا منذ فترة بسيطة، ويعني وهذا ما يحاول يعني الحوثيون ترسيخه. نعم، يعني في إطلاق كلمة داعش على كل من يخالفهم، هكذا عمد الحوثيين أيضا على ترسيخ هذا المفهوم في اليمن. ولكن أستاذ زايد، يعني من اللافت أن كل ظهور للقاعدة يتزامن أيضا مع أي تقدم نسبي للمقاومة والجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي وصالح، كيف تفسر هذا الظهور المتزامن؟ يعني هو فعلا يثير أكثر من تساؤل، ويثير أسئلة يعني ما علاقة الرئيس السابق وأجهزته الاستخبارية بمثل هذه الجماعات؟ إذا المعلوم أن بعض قيادات هذا التنظيم كانت على صلات بجهاز الأمن القومي الذي كان يترأسه ابن أخي المخلوق، وظل على صلات به لأكثر من يعني ربما إلى الآن. هناك ما من شك أن هناك جماعات يعني تعمل لصالح النظام السابق وهو يثيرها في أكثر من منطقة، لكن دون أن يعني ذلك أن كل ما يعني ما يدور وكل ما يعني أن لا وجود لتنظيم القاعدة. هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض، يعني مسمى القاعدة وداعش أكثر أصبح مسمى تضليليا، وأصبح الكل يعمل تحت هذا المسمى لأنه يعفيه من المساءلة ويجعل الموضوع ذات بعد عالمي. ولكن فعلا يعني أن تحركات هذا التنظيم يعني أثناء ما دخل الحوثيون وقوات صالح إلى الجنوب لم نشهد لهم عمليات ولا مقاومة واضحة وصريحة ضد هذه العمليات، وتركزت عمليات ضد قوات الشرعية، وأصبحت الهزائم في الشمال تتلوها مناطق الجنوب. هناك احتمالين، أن إما يعني علي عبد الله صالح يحرك أدواته المرتبطة به تحت هذه المسميات، وأن الجماعات الأخرى أيضا تستغل هذه الأعمال لكي يعني تستغل الانشغال بالمحافظات الشمالية لكي تثبت وجودها في هذه المحافظات الجنوبية. وهناك من يسعى لجعل هذا الصراع يتمحور حول هذه النقطة، وكأن الجنوب سيسقط بيد داعش والقاعدة إذا ما يعني انهزم الحوثيون وقوى وصالح، وهو ما سعوا لتكريسه منذ أول يوم في انقلابهم المشؤوم وفي حالة الصراع التي أدخلوا اليمن فيها. نعم أستاذ زيد، يعني هناك من يتهم الإعلام الغربي بالضغط على صناع
القرار بصوابية بقاء القوى الحوثية لأنهم يجدون فيهم أنهم يحاربون الإرهاب، وهذا ما ربما ما يفسر يعني ربما محاولة الأذرع المخترقة للقاعدة إيهام الآخرين بقوتها أيضا وخطرها لتتجاوب معها أو ليتجاوب معها الإعلام الغربي، ما رأيك؟ يعني للأسف الشديد هذا موجود، وللأسف أن يعني الحقيقة أن داعش وهذه الجماعات الإرهابية المتطرفة هي ثمرة من ثمار التطرف الشيعي المقابل والتمالع الغربي مع التطرف الشيعي سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في اليمن. يعني الحوثية والجماعات الشيعية الأخرى هي الميليشياوية هي جماعات متطرفة لا تقل يعني خطرا عن تنظيم داعش وعن تنظيم القاعدة، وبالتالي اعتماد الغرب على هذه الجماعات التي هي خارجة عن الدولة والتي هي جماعات إرهابية يعني اعتمادها عليها لمحاربة تنظيم القاعدة يعني هو لن يقضي على القاعدة، بل على العكس سيجند لها الكثير وسيجد لها المبرر لدى قطاع واسع من الشعب ينظر إلى تطرف الجهة المقابلة وأن هناك مؤامرة كونية عليه وأن نعم. الغرب متمالي مع هذه الجماعات. ليس هناك من حل محاربة مثل هذه الجماعات المتطرفة إلا بعودة الدولة الشرعية وهي وحدها المنوط بها محاربة مثل هذه الجماعات ومحاربة تنظيم القاعدة طيب. وغيره نعم. من الجماعات. أما طيب أستاذ زيد يعني هناك أيضا لن تكون يعني هي وداعش وجهان لعملة واحدة كلاهما يتغذى من الآخر ويتقوى به. طيب أستاذ زيد هناك أيضا من يخوف من مسألة داعش عند تحرير المدن، يقول يعني دائما ما تكرر أنه إذا ما تم تحرير منطقة فهي ستسلم بطبيعة الحال إلى داعش والقاعدة، وبالتالي نجد أن القاعدة أيضا تبرز في تلك المنطقة، كيف تحلل مثل هذا الأمر؟ يعني هناك عوامل شتى، وأنا لا أقول ليس قوة القاعدة، يعني مثلا محافظة مأرب مع أن الحديث منذ فترة مبكرة جدا وقبل سنوات كان عن وجود تواجد القاعدة فيها، يعني عندما حدث التحرير تولت يعني السلطة المحلية والمحافظ والجيش الوطني ووجدنا نموذجا جيدا وجميلا، وحتى محافظة الجوف وهي محافظة قبلية ويعني كان يتم الحديث أن هناك توغل فيها القاعدة، لم يحدث شيء من ذلك. يعني بإمكان الدولة أن تغطي هذا الفراغ وأن يلتف الناس حول الدولة، ليس هناك حاضنة اجتماعية وليس هناك قبول اجتماعي كما يحاول البعض تصويره لمثل هذه الجماعات المتطرفة، لكن غياب الدولة للأسف هو ما يجعل هذه الجماعات تظهر على العلن وتحاول ملء الفراغ، مع أن هذه الفوضى الأمنية التي تعيشها البلد ليست كلها القاعدة، حتى في عدن وهذه الجماعات المنتشرة في أكثر من مكان والاغتيالات التي تتم يعني من المجازفة تحميلها كلها للقاعدة أو لتنظيم الدولة، هناك جماعات مسلحة ذات أهداف مناطقية وغيرها نعم. وجماعات متعددة وستتناسل وتتكاثر إذا لم يكن هناك دولة تنزع سلاح كل هذه الميليشيات، كل الجماعات المسلحة يجب أن ينزع منها السلاح وأن تحتكر الدولة وحدها العنف وتحتكر القوة، وحتى يعني المقاومة الشعبية وفصائل المقاومة يجب أن تنضوي نعم. في إطار وصل وصلت الفكرة وأن لا يسمح لبقائها بعد تحرير أي منطقة سواء نعم. في الشمال أو في الجنوب. شكرا جزيلا لك أستاذ زايد جابر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، ونعتذر منكم مشاهدينا لعدم تمكننا من التواصل بمدير مكتب المحافظ الأستاذ محسن الحاج، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من زوايا الحدث، كونوا برعاية الله وأمنه.